فجيت انا على المؤتمر لانه مش هنشوف الصورة الكاملة كتأثير الأبحاث اللي عم نعملها بالأمن الغذائي والزراعات المستدامة، وكيف هذا الشيء ممكن إنه نترك بصمة، أو كيف حتى إنه فينا نساعد بموضوع الأمن الغذائي بشكل عام. كان في مواضيع حلوة كتير بالمؤتمر، وأكثر شيء حسيته إنه مهم هو ربط صحة النبات بموضوع الأمن الغذائي، كيف ممكن نعمل تعاون بين كل المختبرات سواء كانت بأوروبا أو حتى برات أوروبا، مشان هذا الشيء يفيد مستقبلاً بمجال الأبحاث، ويكون إنه نربط بين الأبحاث والاحتياجات الموجودة على الأرض اللي بحاجة الفلاحين والمزارعين، واللي ممكن إنه من خلالها نساعد بزيادة الإنتاجية المحصول وبتحقيق يعني الاكتفاء الغذائي ممكن انه بالوطن العربي وحتى بالعالم يعني.